السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو أخباركم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. قبل ما نبدأ المقطع لا تنسونا من زر اللايك وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا مثل ما كنتم شايفين يا شباب غيرنا مكاننا. أنا انتقلت أولا صرنا بماب راجناروك لأنه طلع في مشكلة بماب ذا آيلاند عند شو اسمه عند الديناصورات إنه ما بترسبن، عرفتوا كيف؟ بماب ذا آيلاند لانه ما في تقريبا الصحراء وفي كتير يعني بيومات قليلة يعني المهم فيه مشاكل بالرسبون الديناصورات. بقى بدلنا، بقى جيت سكنت هون بالكهف، حسيت انه امن منطقة بما انه موجود بوسات كتير كبيرة بمود مث، بقى قررت اني اسكن بالكهف هذا نفسه اللي ساكن فيه ببثوث بتويتش اللي هي بمود برايمال فير. فلقيت انه هذا امن مكان الي حاليا، واسع وبقدر احط فيه كل اغراضي وشغلاتي. طبعا المود هداك الماب انحذف ورجعنا للصفر طبعا، وانا اشتغلت خلف الكواليس. طبعا روضت لي هدول اثنين بتردون، كان عندي انا الفيذر لايت، كان عندي الدودو للاسف راحوا. رجعت جمعت لي شويه موارد وبنيت لي شويه اغراض، يعني المهم انه رجعت اموري شوي مثل اول. بتمنى منكم شباب، انا شايف الدعم كثير صاير قليل بالقناه، بتمنى منكم تحطوا يعني بس اللايك، بتمنى منكم لايك وتعليق حلو، يعني تعليق حلو صغير بس حتى نشوف الدعم، يرجع الدعم من جديد ويعني ترجع لنا نفسية لحتى نصور. بقى ما بتقصروا معنا، خلونا نوصل هذا المقطع لأكبر عدد من اللايكات، يعني 1000 وما فوق بتقدروا عليها، يعني 3000 4000 مشاهدة على الفيديو بقى بتقدروا تجيبوها بإذن الله تعالى الألف لايك بكل رياحة. أوكي، بالبداية مثل ما كنتم شايفين أنا مفسخ، يعني ماني لابس شيء. طبعا قصة الشعر هي الجديدة شايفينها على الموضة، شغلة مرتبة معلم. هولك نيو لوكيشن نيو كولكشن. اوكي طبعا بما انه الترويض يا شباب رح يكون كعابي يعني على الاقدام، فرح نحتاج ناخذ هي دروع التك، رح نحتاجها كثير. ما بعرف اذا هي والله بتطير ولا ما بتطير، بس المفروض انها بتطير. بقى رح نحتاج دروع التك هي. اوكي وعندنا الشغلة الثانية كمان، دروع التك تقريبا هي الوحدة بتحتاج 5 من البول هي الصفرة، الطابة الصفرة. فلازمنا كوكيت فيش ميد وميتال عنا، رير فلور جمعت طبعا، بتعرفوا انتو الرير فلور بتجمع في الحشائش الموجودة موجودة بالمستنقع بتعطيك رير فلور، والرور مشروم بتاخده كمان من الشجر الموجود بالمستنقع. يعني اثنين رح جمعت موارد تقريبا بالهبل، بما انه ما نزلنا مود البيري جمع لي رير فلور بكميات هائلة جدا، وبالهذا الاك البيكاكس هذا جمعت الرار مشروم. بقى انا كان بودي والله اصنع هدول، بس هدول رح يكونوا مكلفين جدا، صحيح انه دروع قوايا وممكن يفيدونا، لكن حاليا خلينا نكتفي بدروع التك. بقى مبدئيا لازمنا شوية فيش ميت، بقى لازم نطلع على البحر ننزل نقتل ونلوت، يعني ما عندنا غير هذا الحل يا شباب. اوكي شغلات جديدة وعندي هون سباينو مدري شو شغلات يعني بتخوف الصراحة. خلينا ننزل هون بأقرب مكان ناخذ البترا دون معنا لأنه الصراحة بخاف عليه. اوكي وبننزل بهاد، هاد أحسن شي يا شباب للتنييم. بقى عندنا هون 11000 بنقدر ننيمه وبنقدر ننيم هاد. اوكي هاي المانتا بتوقع إن المانتا بتعطيني، ما انت تعطيني والله تعطيني شو اسمه لحم. فخلونا ننيمها وبعدها فورا بنقتلها وبناخذ منها شو اسمه. اوكي شكلها ما بتنام، اوكي شكلها ما بتنام، بقى رح نقتلها مباشرة. اوكي 500 ضربة ثانية بتموت. اوكي ماتت تنتين، اوكي هي ماتت، اوكي اعطتني 1800 والله اسطوري ممتاز. تعال 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 ما بتقدروا تقتلوني تعالوا. اوكي ابلع يلا. هو والله هذا هيلو عالي، ليش هيك عم يهيلو بسرعة؟ وات شو بده يجيبه هذا؟ او ماي جاد والله قوي. تعال شو هذا عم بدمجه انا ليش؟ اخ قتلته بس ضربني والله ضربني ضرب ذبحني. اوكي هذا صار عنا، صار عنا 3000 اوه اتوقع وزيادة، اتوقع 3000 وزيادة علينا. اوكي بنجيب البترادون هلا وبنطلع مباشرة على البيت، خلونا نصنع اللحم
ونصنع الطابات ونصنع دروع التك وبكون امورنا كلياتها بالسليم. اوكي يلا تخيل. اوكي خلونا نجي لهون. لازم نصنع الفرن تبع موديل شو اسمه هذا، والله ما كنت احفظ شو اسمه، دبوحه والله ما بعرف، دبوح مدري شو. اوكي بدنا نسوي هاي، خلينا نسويها. بتقولي في الفايكنج، فايكنج شو اسمه فورج صح؟ بتقولي في فايكنج تيا فايكنج فورج مو موجود هون، معقول؟ طيب فورج اوكي هذا لا، اندستريال فورج هذا لا، هاي فاونديشن ما بعرف والله غريب، المشكله ماني شايفه يعني. طيب مو مشكله مو مشكله، على كل حال خلونا ناخذ هاي حاليا بس ونحطها هون. اوكي نايس، نحط اللحمه بقلبها. بدها جازولين، اوكي جازولين عندي هون، عندي هون جازولين، طبعا صنعت جازولين كثير كثير، مو كثير خمسة كثير عادي. اوكي مو مشكله خلونا نحطها ونعملها تيرن اون، خليها تنشوى ان شاء الله تكون سريعه. خلوني اجهز حضر الطابات وبرجع لكم. اوه شباب شوفوا الوحده قديش عم تعمل لي، الوحدة عم تعمل لي 60 ريب، لا اسطورية هيك، لا هيك بسوي دروع التك تعرفوا. خلوني بس اجرب، خليني بالله اسوي دروع التك، وقف لي هاي لاشوف اذا دروع التك هي بتطير، اذا بتطير فممتاز الوضع، اذا ما بتطير بنسوي لي تحت، عرفتوا كيف؟ خليني اجيبها احطها هون، لبسني اياها بالله، خليني اشوف. اوكي دروع التك بتطير حلو، لكن رح يلزمنا إليمنت، إليمنت عندي أنا. أوكي إليمنت ما عندي. فخلوني ما أسوي دروع تك، شو رأيكم؟ خلونا على دروع هديك، هديك أقوى، هديك رح تكون أقوى. أوكي دقيقة، خليني أسحب لها 25. أوكي سلم عليك. خليني أسوي هاي الدروع، هاي الدروع أنا شايفها أقوى يعني، التور الأرمر فيها 7000 ومدري قديش، فرح يكون شيء اسطوري جدا. دروع التك حاليا بس جبنا شو اسمه الاليمنت وبنقدر نطورها بتكون افضل النا بالترويض وبكل شيء. اوكي حلو، هلا صار عندي تقريبا 490، معناتها بدي اصنع هاي وهاي 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 وهاي. حلو. في شغلات كثير بتتصنع بهي الطابه الصفراء، يعني شايف عندي رايفل هون، شايف عندي منشار، شايف عندي شات جن، شايف عندي قناص. والله غريب يعني، حتى التك بدي اسويه، يعني بدي اسوي تك جنريتر، لكن يا ترى الفيول تبعها شو هو؟ خلوني اشوف والله. باور تك ستراكشر اند انكتريك ستراكشر وايرلس، اوكي. ريكويست اليمنت تو رن، بدها شو اسمه؟ بدها اليمنت لحتى تشتغل، طيب مو مشكلة، وهي دروع صارت جاهزة. دروعنا صارت شو؟ اسطورية، يعني هلا بنلبس دروع. لا 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 لا، اوكي خلونا نلبس دروع. ايزي هلا صارت، صار شكلنا اول شيء محترم، ثاني شيء صار الارمر عنا عالي. فاللي حاعمله يا شباب اني رح اخذ هي الطابات الصفر معي، اوكي؟ اتوقع انه هي بقدر اروض فيها شغلات بما انه ديناصورات بس فيني رح يكونوا. بقى لازم انا انطلق واطلع، شوف لي شيء ديناصور. اوكي ليكم. لازم انطلق اشوف لي شيء ديناصور يكون محترم بقدر اروضه، خليني اخذ المتن معي ممكن احتاجه كمان. تعال اوكي خلونا نطلع. لازم لاقي لي شيء ديناصور قوي حتى اقتل بوس، مو بوس يعني، حتى اقتل لي ديناصور من ديناصورات ميث، عرفتوا كيف؟ ديناصورات ميث اذا قتلتهم بيعطوني الطابة الزرقاء، ساعتها بقدر ارسبن الديناصورات، بقدر ارسبن البوسات، عرفتوا علي كيف؟ فالموضوع رح يكون شوي يعني مو انه صعب، بدنا نعرف يعني. هلا هذا البترودون عندي قديش بدمج مثلا؟ خلونا نتاكد منه بس قبل ما نطلع لشي مكان. كيف هي الساحة فاضية كلياتها؟ وين الديناصورات؟ والله غريب. انقرضت الديناصورات يعني؟ اوكي. قديش دمجه؟ 4200، دمجه جدا ضعيف. وحتى يعني هيله ضعيف وبخاف اجازف فيه لانه ما معي، ما عندنا اف ام كي، عرفتوا كيف؟ فلازم نتحرك بهدوء وبتأني، لقينا شي ديناصور محترم نروضه ونشتغل عليه. اوكي هذا الميك
بقنيشيا كي او. اتوقع انه هذا بنقتله بيعطينا شو اسمه، بيعطينا هذا، ما هي يا ربي والله نسيت، بيعطينا بلو برنت بنقدر نصنعه، لكن هلا مو وقته. اوكي هذا شو كوربتد ريكس. اوه هذا شكله مود بس ما بيتروض، والله شكله من المود بس ما بيتروض. طيب بندور بندور على غير شغلات، ما عندنا مشكله. اوكي هذا التايتن والله اسطوري، بس هيلو هيلو اسطوري كمان. زومبي برونتو، لا يا عمي شو زومبي برونتو، خلينا نروض شغله محترمه. اذا بلاقي لي زومبي ريكس مثلا اوكي بكون انا من المحظوظين، بكون من المحظوظين اذا بلاقي لي زومبي ريكس. بدي شغله لانه قويه الصراحه، لحتى اقدر ادل شي بوس من البوسات لاخذ هي الطابه الزرع. اوكي وقال لي اليفنت، ليه اليفنت ترود بس، لكن ترويده راح يطول كثير. كويتزل، هذا كويتزل عادي ولا من المود؟ والله اتوقع انه كويتزل عادي، كويتزل عادي. هذا شو زومبي برونتو؟ لا اوكي هذا جيجا تورمر، عنده كمان جدا عالي. تعرفوا ما صنعت شيء اقدر شو اسمه اروض فيه. خلوني ارجع البيت شوف شو بدي اسوي اسلحه. هذا شو هذا زومبي ريكس، هذا هو. بس شو بده، شو بده يتروض؟ الله منين هذا بجيبه؟ بي ار اي، خلونا نكتب هون بي ار اي. ما في شيء، منين بيجاب هذا؟ تعرفوا والله خلونا نرجع على البيت نجيب ديكة، نجيب الاسهم اللي بتخدر ونرجع من شو اسمه نظبطه. اوكي خلونا نشوف، قلتوا لي انه اسهم الموجودة ببقنيشيا، مو بقنيشيا بالمت، وين المت؟ هاي المت. اوكي قلتوا لي انه في اسهم هون اسطورية، بس وين الاسهم يا ابو العز؟ اوكي انا معقول في شيء عندي مفتوح، هلا انا يعني والله المفروض انه اني فاتح كل شيء يعني. اوكي هاي الارو بقنيشيا، بقنيشيا ارو. اوكي هذا اتوقع انه بتصنع عندي ارو. اوكي بتصنع عندي، عندنا هاد بقنيشيا ترانك ارو وعندنا هاد. معقول اوه هذا 250 ناركو بيري بده. طيب هاد هذا بده 20 ناركو بيري. طيب نجرب نصنع من هاد، خلينا ناخذ لنفترض مثلا 20. اوكي ناقصنا سبويل ميت. اوكي سبويل ميت ايزي، بنجيب سبويل ميت. سبويل ميت اوكي خلوني صنعهم، والله رح ياخذوا شوية وقت مني، خليني اصنعهم واخلص وبرجع لكم. بس صنعنا الاسهم دقيقة. اوه الطابة الزرقاء هي كأنه وقت بتخرب تعطيني طابة زرقاء، هلا فهمت. اوكي اوكي امورنا معناتها بالسليم، معناتها امورنا بالسليم. هلا بنقدر نصنع من هاي، معناتها خليني مثلا صنع لي مثلا 50 لنفترض، اعطيني. اوكي بقدر اصنع 50. طيب حصنعهم واتركهم لحتى يخربوا عشان يصيروا زرق، بس صاروا زرق معناتها بنقدر شو نصنع منهم البورسات هدول. اوه دايم دايم حرفيا دايم. اوكي شباب جيت جمعت لي من هدول. اوكي خلينا نحط الكروسبو بس حاليا هون. اوكي حطيت، قدرت اسوي 8 من الازرق و51 من هون. الصراحة ما بعرف شو رح يكون ترتيبهم، لكني شفت هون جريفن ليفلو 200. ما اتوقع اني بروضه، لازم الاقي لي واحد احسن منه. ممكن اني الاقي يكون ليفلو اعلى من هيك، ليش لحتى ما اروض ليفل اعلى من هيك؟ عرفتوا كيف؟ فبندور على ليفل اعلى، لقينا لقينا، ما لقينا بنشوف شو ممكن نلاقي ديناصورات كمان روض. هلا هذا قديش؟ 80. تعال موت لانه خلي رسم غيرك احسن منك. اوكي اوكي جينا لهون 200 لفلو الجريفن. هذا شو هذا ار جي؟ اوكي ار جي 100 ما بنستفيد شيء، الجريفن الفلو ضعيف. لكن عندنا هون جيجا، جيجا 600 و560 لفلو، والله اسطوري يا شباب والله اسطوري. بس مالي ما بتوقع اني روضة حاليا، عم بحاول الاقي شيء يكون مميز اكثر من هيك. اوكي هذا شو هذا ما بيتروض كمان. طيب هذا شو زومبي؟ لا هذا 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 مو زومبي، لا
اخي الجريفن شاد لفله هذا 340 مقبول، والله 340 مقبول. اوكي نعطيه سينا، نسينا انه الترويض كعابي، فالمفروض انه ننظف شوي حتى نقدر ننزل كعابيا، عرفتوا كيف؟ اوكي لا هيك ما راح يمشي الحال، لازم ننظف لحتى ننزل شو؟ كعابي. يا عمي ما عم نقدر والله قتلوه هذول الريكس، والله قتلوه للريكس. اوكي السايبر توث شاد هيلون، اوه اوكي قتلنا واحد. ماجما ثورو خير خير يا الله. انا بدي روض هلا، اجاني الماجما ثورو، نسينا انا موضوع الماجما ثورو كعابي. تعال تعال حالي، ايوه تعال تعال جريفن تعال. لا هاي تعال تعال جريفن، خلاص اتركه خلاص اتركه اتركه، تعال تعال حالي تعال حالي. مع اني مالي متوقع منك الكثير يعني، لكن انه من احسن ما ممكن يعني يكون احسن شيء حاليا. طيب تعال لهون. اوكي رقم 5 فوت، رقم 3 اوكي اوكي بسرعة عطى ما اجى. تعال 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 يا الله طريت لك عابي. شو شو بطيء شو زبالة اجى فيه بس كأنه ما تأثر. اوكي يا الله عم ضيع اسهم غالية الاسهم، ممكن تقعد يا خرا. تعال اعمل علي اكل، تعال تعال. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما عم تجي فيه شباب بس ما عم يتأثر. لا اله الا الله انا ضيعت الاسهم كلها على الفاضي. طيب وش اسوي معه؟ تعال تعال يا جريفن تعال يا عمري. طيب اقتله لهذا يعني؟ خلص هيك ارتاح قلبك، هيك ارتاح قلبك. اوكي شد بالدم والله ولا شيء. 1200 طيب بنحط الازرق، انا عم باكل قتل صحيح بس انه بدنا نجرب هذا الازرق شلون. اوكي خلينا نركض هيك نقول له تعال القم. اوكي نايس، هذا السهم اللي عليه محترم. القم ضرب ثاني القم نو حلو بده 3 متر. اوكي معي 3 متر، خذ هي 3 متر فكرة هناك. اوف واخيرا الحمد لله. انت شو معك اغراض؟ هات اعطينا اياهم. اوكي ترويض الكعابة حلو حلو، بما انه عندك ملابس دروع قوية والله بروض ابو اول كعابة. اوكي 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 يا هلا يا هلا، واخيرا عود عود عود. الو لا اله الا الله شو مجنون. تعال تعال بدي لفله واطلع فيه لانه بيكون سواقته احسن من غيره. اوكي شوفوا شوفوا ما بتعرف تعود يعني؟ ضيع 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 انت لا تنتح. ايوه منيح اللي عادت. اوكي ناخذ السرعه من البيتلادون بس ونحطها بهداك. اوكي هلا تعال هلا تعال بنواة. اوكي ناخذ الشنطة نحط له هذا السرعة نايس. اوكي خلونا نلفله شوي. اوكي هيلو ما راح ارفع له اياه كثير، 300,000 اشوفه مناسب. الباقي كلياته بدي احط له بالدمج، بدي دمجه يكون عالي. اوكي بدنا شوية ستامينا ممتازة صارت تمام. اوكي ممتاز جدا هيلو 300,000 حلو يعني مناسب. خلونا نجرب بس الكاميكاز تبعه. اوكي 33,000 حلوين 33,000 حلوين،
يعني يعتبر لا بأس به الصراحة، يعني على جريفن. اوكي السلام عليكم، انا اسف انا اسف، خلاص خلاص السلام عليكم، باي باي. اوكي وين انا؟ اوه تحت تحت. شنو هذا الريكس؟ لا هذا الفلو خايس. اوكي خلونا نرجع. شو هذا الانكي؟ اوه اوه لا 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 يا حيوان يا حيوان. اوه لا يا محمد، شو هاد؟ والله قوي، 63000 عم يدمج. قتلهم قتلهم. اوه ماي جاد والله قوي جدا، يخرب بيته. شو هاد؟ ما توقعت ما توقعت هيك العمى. 63 ولا 36؟ اوكي زومبي ريكس. اوكي زومبي ريكس كمان ما معنا اغراضه. ما بعرف هذا هي منين بينجاب هذا المخ شباب. اذا حدا بيعرف هذا المخ منين بينجاب يكتب لي بالتعليقات. اوكي خلونا نكمل مشوارنا. هون في سمكة طايرة، سمكة طيارة. ممكن اروض لي واحدة اذا كان انا لقيت لي ليفل عالي. اوكي ماجما سورو. لا هذا شو هذا؟ كويتزل عادي. شفت في زومبي كويتزل انا والله خرب. وات هذا جريفن 80 على الكب. اوكي شايفين البوس؟ 1980 بليون بليون. ها بليون بليون، تعرف شو يعني بليون؟ 1980 بليون. هذا ايش بيقتله يا الله؟ هذا ايش بيقتله؟ شاد بدمج اصلا زهيله هيك. هو شاد بدمج يا حبيبي. والله يا شباب الموضوع جدا صعب الموضوع. يعني اتوقع بوس البوسات الماب يعني مو طبيعية، حرفيا مو طبيعية. في بوس هون وبتيم هاد ريكس بتيم، لكن شلون نتيمه؟ ليفل 200 على كل حال خايس، على كل حال ليفل 200 يعني خايس. اوه ماي جاد باسف باسف والله باسف. لا لا مستحيل مستحيل يا ويلي. ما اكبر هالسحفات. طلعوا هاي وطلعوا هاي. بدها ستة ترويضة، بس بدها ستة. تعرفون فكر اروض. الله ربي شو القصة؟ شو القصة؟ ده 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 خير خير. واحدة تالتة هني. اي والله 560 طيب. هاي اللي بدنا اياها. والله روضها والله روضها. تعال تعالي والله روضها شباب. دا روضها دا روضها دا روضها. اوكي ارجيني هاي. شو معك؟ هاتو هاتو. تعالي تعالي. هو حاطط رقم صفر ان شاء الله. اوكي تم. يا كلب يا جيجا يا ابن اللذينة. عيفني. السلام عليكم. يا الله على الجيجا. مين طلع لي هذا؟ ده تيم هديك ده تيم هديك. ده ارجع له. اوه شوفوا مكانه وانه والله بعيد. يلا يلا مو مشكلة نرجع له. شباب اسطورية بمعنى الكلمة. اوكي رجعنا رجعنا. خلا تكون ضالة. اوه اوكي خليكي فوق. وينو هذا الجيجا الكلب اللي عاد اللي قتلني؟ نزلته انا تحت. اوكي هذا هو 540. والله لو معي الاسهم لحتى روضه، بس ما معي الاسهم. اوكي ان شاء الله هاي انه بنقدر نروضها، لكن هون في الاسور. هدول الاسوروات شو؟ الزبايل. بتعرفوا شو يعني؟ خلونا نسحبهم لتحت. اوكي تعالوا تعالوا تعالوا. ايوه ايوه انت كمان انت كمان. انا خايف اضربها والله والله خايف اضربها الصراحة. اوكي نزلوا نزلوا نايس. اوكي هو شو في عنا كمان؟ عنا هذا الريكس. اوكي لا
تمام. هلا هيك الوضع شو؟ سوبر ديلوكس ننزل هلا بناخذه لهذا. تعال ان شاء الله انه وضعنا يكون ايزي. اوكي 540 هاي اللي تحت. اوكي دا... والله شكلي حموت، شكلي حموت. كمان متنا الحمد لله. اوكي شلون فيني طعميكي؟ انا ممكن اعرف، ممكن اعرف شلون فيني طعميكي بس. والله انك حرام تروحي من بين ايدي. تعال 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 تعال. اوكي طعميتها، اوكي طعميتها، طعميتها واحدة. في صوت شامم ريحة شي. اوكي طعميتها حبة. شو هارفستينج سيتي؟ تروضت؟ ايه والله تروضت؟ تمزح وتروضت؟ والله كاتبين تيمد؟ دي 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 اصبر. جريفن نزل لي جريفن على السريع. ما تستوعب، ما تستوعب شو صار، طولوا بالكم. والله تروضت. طيب شو الوضع؟ طيب خليني اشوف بدر باخذها. هاي شلون بدنا ناخذها؟ يا حلاوتك يا سعيد. يا حلاوتك يا سعيد. شلون نشيلها هاي؟ اخوان شلون نشيلها هاي؟ تروضت بس شلون نشيلها معنا؟ ما نعرف. معقول ما بتنشال؟ طيب معناتها بدها سدل صح؟ معناتها بدها سدل. كريستال امبر مدري شو، كريستال مدري شو امبر. اوكي خليني اوقف هون بالله شوي. انزل خلينا نشوف اذا بقدر. خلينا ناخذ هذا مشان ما نتبهدل هلا. اوكي تعالي بقدر نقرب عليها. مشكلة مالي شايف شي مكان اني بقدر اركبها او اني بدي اسوي لها شيء صراحه. اوكي هي شو هارفستينج سيتينج. اوكي اوه لازم اوكي مستحيل بدي سدل اجباري بس ما بعرف اذا بتركب. اتوقع انه ما بتركب. والله يا شباب، والله يا شباب اتوقع انه ما بتركب. اوكي قدرت اخذها. معناتها بدك تقرب لشي مكان لحتى تقدر تاخذها. طيب اوه ماي جاد لازم نروح لهنيك ونجربها، لازم نروح لهنيك ونجربها. شو هاد؟ ميت سايبر توث. اوه اوه والله بتعرفوا شكله اسطوري بس ما معي، والله ما معي توربر، ما معي توربر. ناقصني موارد كتير، لازم اشتغل خلف الكواليس. هاي على فكره كاتبين بدهم سته هن، بس شلون اخذت بحرف الاي مره واحده؟ معقول اخذت السته مره واحده اخذتهم؟ والله شكلها اخذت السته مرة واحدة يا شباب. بس اسطورية دايم، ان شاء الله يكون دمجها عالي كمان. ما بعرف اذا بتهجم ولا ما بتهجم ولا شو ترتيبها ولا كيف ما بعرف. بس هي لانتبهتوا هي ل 2 بليون فاصلة 4 شباب. يعني ما اتوقع انه طبيعية هاد. خلينا نرجع على البيت على كل حال. نشوف الا اذا الها سدل ولا ما الها سدل. نشوف اذا شو اسمه، شو كان بده يحكي هنا؟ إذا بتدمج بتقتل ولا ما بتقتل، هذا كلياته رح نجربه هلا. اوكي رجعنا على البيت تبعنا، يا هلا والله. لازم اتوقع الباب هذا كافي بيحميني. اوكي رجعنا اليوم بصيد طيب الصراحة. بقى هلا خلونا نجي لهون نكتب كريس كريس فلور. لا طيب شو في عنا سدلات؟ سدل اوكي. سامونر ميث لا لا. بايونيك لا لا. طيب معقول ما في سدلات؟ طيب طيب نكتب هون هسه سدل. اوكي سدلات هاد. صراحة ماني فاهمان شي والله.
لما اقول هون في شي طاولة تانية بقلب هي الطاولة. والله ما اتوقع انه في سدر، بس ما بعرف اذا كان انا لانه مالي ملفل، ما بعرف. هلا في عنا هون طاولات، هلا هاي سيد، لا ما بدي سيد. هاي شو هاي؟ تول ستيبل، خلونا نسوي وحدة. في عنا هاي فيري تيبل، اوكي خلونا نسوي وحدة. بدي اشوف شو هدول التيبل هذا، هادي هاي كل شي تيبل، بدي اشوف شو هي. اوكي عنا بامبات، حلو ممتاز. إليمنت بام، اوه ما هذا بدنا نسوي الإليمنت شو اسمه. اوكي بوشن تيبل، هاي البوشن تيبل انا اللي بدي اياها. اذا بقدر اسوي ال شو اسمه، شو كان اسمها هي يا ربي، الاكس بي بوشن، لانه في اكس بي بوشن بهذا المود. اوكي خلونا نشوف هاي، هاي شو في بقلبها. اوكي في اكس بي بوشن، شايفين لارج. رح نحتاج توت ابيض، توت احمر، وتوت. اوكي اوكي هدول اتوقع انه هون. طيب خلينا نشوف. اوكي هون. اوكي هاي شو بدها؟ اتوقع كل شيء ايزي عندي، اتوقع كل شيء ايزي عندي. طيب خلينا نسوي من هي 50 مثلا. اوكي بدنا سيد مدري ايش. طيب مو مشكله، خلوني اطلع اجمع الموارد المطلوبه. بدنا شويه سيد، خليني اجيب السيد ونرجع. اوكي جمعت شويه سيد، وين الطاوله؟ اوكي هي الطاوله كنا عم نشتغل فيها صح. اوكي جمعنا شويه سيد، خلينا نقدر نشوف نسوي. هلا هاي ما بدنا نسيت صح. اوكي خلونا نسوي من هاي 50. اوكي بنقدر نسوي منها 50 تمام. هاي بتحتاج الوحدة، خلينا نشوف قديش عم تصنع هاي الوحدة. واحدة اوكي معناتها هاي بدها تحتاج اربعة. اربعة اوكي، وهاي الاكس بي بوشن رح يحتاج 14 باربعة. اوه انا بس بدي واحد لحتى ليفل فيه. اوكي هاي حتى عنا والله تيمينج هيلبر، ممتاز. معناتها امورنا ما رح نحتاج اف ام كي ولا نحتاج شيء، يعني اكس بي بوشن موجود، كل الامور موجوده. طيب خلونا نطلع لبرا، اولا ننظف نتل سباين وهداك اللي تحت. انا بدي لفل والله، بسوي الاكس بي بوشن مشان لفل يا شباب. و يعني شو بدي لكم انه نقدر، ما بعرف شو بدي لكم اياها، انه نقدر نجيب اغراض. شوف اذا في سدل الها ولا ما في سدل، يعني انا ما بعرف والله اذا في سدل ولا ما في سدل. اوكي صار عندي هون لحم، كمية لحم بالهبل، اويل وشتن وسيليكا. ديم ورجيني والله صار عندهم كمية منيح من الموارد. اوكي خلونا ننزل السلحفات تبعنا هون شباب. لا لا انت خليك طاير، خليك طاير، بدنا ننزلها هون هي طايرة. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، جاهزين انزلي. اوكي اتوقع اني قلتشت فيها، والله ما قلتشنا. او ماي جاد او ماي جاد، وات 2.3 بليون. طيب اوكي دمجك قديش ممكن اعرف؟ اوكي روح اهجمي هون. طيب الحينة ممكن؟ هيك الحينة؟ اوكي نايس، تعالي اهجمي هون. هوب 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 سريعة. اهجمي هون يا الله. خلاص 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 خلاص، لا تلحقيني لا تلحقيني. اوه سريعة. طيب اتاك ذيس تارجت، اتاك ذيس تارجت. انه ممكن تهجمي ولا شو وضعك يعني؟ بس منظر والله شكله منظر. طيب اجريسف اجريسف اجريسف، يرحم والدك. والله شكله ما من امك اي فايدة. طيب اذا ضربت هذا ضرب وضربني هو، رح تفزعلي؟ والله ولا فيها. اجريسف ساعديني مشان الله ساعديني. والله يا شباب ولا شكلها بتتعمل شي هاي. شو هاد منظر بس؟ طيب شو في يعني؟ شو الموضوع؟ والله ولا اني فاهم يا شباب، إذا أنتوا فاهمين أنا فاهم. إذا أنتوا فاهمين أنا فاهم. طيب، رايت؟ بدي بركبها. امزحوا. اوكي، شلون؟
هوب هوب هوب، شو صار؟ يا ويلي، انتبهتوا شو صار؟ شفتوا قديش عم تدمج؟ والله ما شفت شو عم تدمج هي. ده 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 لازم اركبها، لازم اركبها. حطوني انا بالركب. تعال 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 تعال، يخرب بيتك. اوكي وينها؟ ممكن بس اركبك والله. اوكي اوكي عم تطلع بس عم تختفي. والله بس بدي اركب، بس بدي اجرب دمج هالشباب. والله بس بدي اجرب دمج. شفت مي مي ميتينات ميتينات. اوكي حلو رايت. طيب ليش ما فيني اركبك؟ اوه حرام او لو. طيب حاطين لي رايت. طيب السيرفر مقلتش يعني؟ والله السيرفر مقلتش. طيب ليش؟ طيب اكسس انفنتوري ما في، ما فيني الفلها يعني. الو الو، من هون من هون. طيب الرجل الثانية ممكن نركبك من الرجل الثانية؟ اوكي هذا ديودر ما راح يتركني بحالي. بنقدر نركبك من هون؟ اوكي. ما في، ما راضية انها حتى اكسس انفنتوري ما فيها. شايفين؟ ما بعرف شو الحل. اوكي ما عم بقدر اركبها، ما عم بقدر اسوي اي شيء. طيب اذا عملناها مثلا ناتشرال وقلنا له هجمي على هذا التيس اللي هون وينه. اوكي هذاك. اوه ماي جاد، كيف كيف؟ هو خلاص 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 خلاص. 234 مليون دين. والله صدمة يا شباب، اقسم بالله صدمة. خلوني ارجع البيت لانه هي وجودها برا بيعمل كارثة يعني. حرفيا اتوقع ان السيرفر ملقلق بسببها، ما بعرف يعني. حرفيا انا عم بحاول اركبها مع انه كاتبين لي انه بقدر اركبها لكن ما عم تزبط. فما بعرف شو الوضع. خلوني بس نشوف هي شو وضع هي. طيب تمام. هلا انا عندي من هي 82. اوكي هي رح نحتاج منها للاكس بي بوشن كم وحده؟ اللارج رح نحتاج 4، معناتها بنسوي 4 بس من هي. اوكي اعطيني 4 من هي، ممتاز جدا جدا جدا. خلونا نسوي الاكس بي بوشن، نشوف شو راح يعطينا الاكس بي بوشن. اي والله يا شباب شكله اسطوري. طيب هاي تولز. اوكي شو ممكن يكون عندنا تولز هون؟ فايكنج ثرول. اوكي في شغلات هون، جولد بار. منين اجيب جولد بار؟ اوكي شغلات متخلفه يعني، اكس ومدري شو شغلات هيك. هذا ترانك سنايبر. توربر دامج 2 مليون. ويلي تعرفوا هذا شلون نجيبه؟ طيب ممكن نعرف. اوكي هلا في طاولات كتير غير هاي بقى ممكن تكون فيها، بس خلونا ناخذ واحد اكس بي بوشي. اوكي تطول لتصنع يا ويلي. يلا نستنى بس في طاولات. خلوني اشوف الطاولات اللي هون. هلا نحن ايش الطاولات اللي سويناها؟ سوينا هاي، ما سويناها سيد. اوكي سوينا واحدة سيد تمام، وسوينا هاي نحن، وسوينا وين التيبل؟ والله ما عاد اشوف في شي، في شي مو ظابط. اكس اكس 5 اكس. اوكي سوينا واحدة. وهي شو؟ هي كونفرتر مدري ايش كمان تيبل. هي كلها طاولات. حلو معناتها ممكن يكون في عنا شغلات اسطورية نسويها يا شباب، بس كله بده وقت، كله بده وقت. والله والله هذا المود بحر. شوفوا كم طاولة فيه يعني، هذا المود بس كم طاولة فيه. اوكي حط لي هون. لا هاي ما نحطت هون، ما بنحطها هون، وما نحطت هون نحطها. طيب وين بدي احطها؟ والله ما بعرف احطها هيك. طيب اوكي
لك السيرفر كان اوكي، بدي اسوي بلاك بيرل من السيليكا بيرل، بدي اسوي بوليمر من الكوربتد او من الاورجانيك بوليمر. طيب هون هاي مثل مورتر، طيب لكن هاي اكس 5 اكس 5 يعني اتوقع انه اسرع. اذا اجينا عملنا هاي والله نفس الشيء. اوه ضرب خمسة بتعطيني خمسة، ايوه هلا فهمت. اوكي ممتاز. اوكي هون تعطينا سيل وهي تبع الاسلحه. طيب الاكس بي واشن شو صار فيه؟ اوكي خالص نشربوا شباب. قديش عندي كم ليفل؟ اثنين. خلينا نزيدهم اول الوزن. اوكي حلو. هلا صار ليفلي انا قديش؟ صار ليفلي 79. اذا شربناه والله شكله عم فاضي. اعطاني تأثير تحت، يعني فينو التأثير اللي تحت، اتوقع انه هذا بيرفع لي الاكس بي شوي شوي. يلا على كل حال مو مشكلة، اتوقع انه الحلقة كانت جدا ممتعة شباب اليوم، فبتمنى منكم كل الدعم للسلسلة، ومو بس للسلسلة لكل الفيديوهات يعني، لو بلايك وتعليق صغير منك كثير كثير بتحفزني. فبس هذا اللي كان بحلقة اليوم، ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم واستمتعتوا فيها. اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's